الأيام التشاورية التي انطلقت في قصر المؤتمرات بشرف رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني تدخل اليوم يومها الرابع. نتناول هذه الأيام التشاورية، ما هي أبرز المحاور التي تم نقاشها في هذه الأيام وما هي النتائج المرجوة منها في المستقبل القريب وكيف ستنعكس على التعليم. يسعدني أن أستضيف لنقاش هذا الموضوع السادة السيد محمد اللمني والغلام المفتش المكلف بالتعليم الأساسي. أهلا بكم سيد كريم، شكرا جزيلا لكم على القبول. دعوة سيدة عشت من سيدي بابا ممثلة الاتحادية الوطنية لرابطة أباء التلاميذ والطلاب، أهلا بك سيدة الكريمة، شكرا جزيلا لك على قبول. دعوة سيدة فاطمة طالب عبيدي الأمينة العامة للنقابة الموريتانية للمعلمات الرئيسة الدورية لاتحاد نقابات التعليم الأساسي، أهلا بك سيدة الكريمة. مشاهدينا، قبل أن نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة نتابع هذا العنصر التمهيدي الذي أعده الزميل مهل أحمدناه لنبدأ بعده بحول الله نقاشنا. فعاليات الورشات الجهوية للتشاور حول إصلاح النظام التعليمي تتواصل على وقع النقاش التربوي الهادف للخروج بالتوصيات التي تتوخى الإجماع الوطني وتنشد تبيين الخطوط العريضة التي يتوقع أن تعزز سياسة القطاع في مسيرتها صوب إرساء المدرسة الجمهورية التي تسعى الجهات المختصة لإخراجها للوجود. ويجري العمل على توسيع التشاور في الأيام القادمة ليشمل مختلف الأحزاب السياسية والفاعلين سعيا لتوجيه السياسات العامة للبلد مع تحديد ضوابط المدرسة الجمهورية، الأمر الذي سيمكن من صياغة قانون توجيهي لإصلاح قطاع التهذيب. وسيتم في نهاية الجلسات التشاورية التي مدت حبال الوصل بين الفاعلين في شتى القطاعات صياغة تقرير وطني سيتم اعتماده للنهوض بقطاع التعليم في البلاد وإتاحته وتذليل صعابه أمام جميع أبناء الوطن، انطلاقا من أهمية التعليم ودوره الذي لا يستهان به في تحقيق التقدم والازدهار والنماء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أستاذ، الأيام التشاورية تدخل مدة 5 أيام الآن، 4 أيام قضت من عمر هذه الأيام التشاورية، كيف كانت النقاشات فيها وما هي أبرز المحاور التي كانت موضوع النقاش؟ شكرا على الاستضافة. أود أولا أن أضع هذه الأيام التشاورية في سياقها العام. الأيام التشاورية تأتي في إطار مرسوم حدد خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية. تلك الخارطة هي أيضا نتاج لالتزام سياسي قدمه رئيس الجمهورية أيام كان مترشحا، عندما صرح بأنه سيبدأ دون تأخير في إصلاح الاختلالات الهيكلية للمنظومة التربوية. تأخرت الأيام التشاورية نتيجة لمحنة كورونا الكونية، وبدأ تم الشروع فيها مباشرة بعد أن أصبح الوضع يسمح بذلك. الأيام التشاورية تأتي لمراجعة المنظومة التربوية. المنظومة التربوية تمت إجماع على أنها تعاني الكثير من الوهن والاختلال، وهي تأتي الأيام التشاورية تأتي في أفق إصلاح جديد، إصلاح يأتي على أنقاض إصلاح سبقه سنة 1999. جدير بذكر أن المنظومة التربوية الوطنية تخضع دائما لتعديلات تم التواضع على تسميتها بإصلاحات بدأت 59 حتى قبل استقلال البلد، ثم 67 و79 و73 قبل 79 و79 وأخيرا 99، والآن نحن على أعتاب تشاور جديد. خصائص هذا التشاور هو أنه يأتي لاستحقاقات تربوية، يعني غير مرتبط بأوضاع سياسية لا داخلية ولا خارجية، عكسا لكل الإصلاحات السابقة التي تلونت بالوضع الدولي والوضع الإقليمي. الآن يأتي هذا التشاور نظرا لمخرجات 20 سنة من إصلاح 99 التي شخص الخبراء أنها لم توفق في الأهداف التي رسمت لها. إصلاح 99 والذي جاء بعنوان توحيد الشعب في شعبة واحدة بعد 20 سنة اتضح من خلال مخرجاته على أنه لم ينتج جيلا متعلما لا باللغة العربية ولا بالفرنسية، كما أيضا اتضح أنه تسبب في ضعف شديد في المستويات. لماذا فشل هذا الإصلاح؟ إصلاح 99 لأسباب مختلفة، لكن معظم المتابعين التربويين والمختصين في المجال يسوقون أسبابا شتى، من أهمها أن هذا الإصلاح لم يصاحب بالشروط الضرورية لتنفيذه، يعني الإجراءات المصاحبة كانت غائبة. هذا رأي. رأي آخر يقول أن إصلاح 99
تجاهل مجموعة من الثوابت من أهمها قواعد علم النفس التربوي التي تجعل تدريس المواد بلغة أجنبية عبارة عن إضافة تعقيد إلى تعقيد آخر. ثم إن إصلاح 99 على حسب هؤلاء تجاهل الحقائق الثقافية والاجتماعية المجتمع، وبالتالي جاء بنتاج هزيل. كل ما أريد أن أقوله بأننا في الوزارة لسنا معنيين إلا بالمخرجات ذاتها. المخرجات ذاتها كانت تنذر بالخطر وبأن ثمة اختلالات حقيقية تنبغي مراعاتها، وهو ما كان ما شكل التزاما سياسيا للسيد الرئيس أيام كان مرشحا. إليكم لتجيبوا على السؤال، مهدتم لي الموضوع، وضعتم الأيام التشاورية في سياقها. أستاذ، أنتم في رابطة آباء التلاميذ والطلاب، كيف ترون عملية التشاور حول التعليم من الأساس؟ هل ترون هذا التشاور وهذه الأيام التشاورية، وقد انعقدت أيام للتشاور على مستوى الجهوية قبل هذه، هل ترون التشاور ناجعا في إصلاح العملية التربوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جزاكم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة وتسليط الضوء دائما على قضية العملية التربوية في موريتانيا، لأنها في حقيقة طرحت مشكلة كبيرة. التشاور هو الأساس التي تنبني عليه كل الأمور. عندما تريد أن تبني مشروعا لابد أن تتشاور مع المستهدفين والمستفيدين من هذا، والشعب الموريتاني كله مستفيد من قمته إلى قاعدته من التشاور حول التعليم، من أجل أن نوصل التعليم صحيح مبني على أسس قوية، مبني على آراء الناس كلها، مبني على آراء المستفيدين، مبني على آراء الحكومة، الوزراء السابقون، نقابات المدرسين والأساتذة، كل الفاعلين في هذه العملية هم الآن تحت اختبار تشاور بينهم واستفسارهم عن ما هي المشكلة وما هي الحلول. وأعتقد كعضو من اتحاد طلبات الأباء وكأم أن التشاور لابد أن يكون على هذا المستوى الذي نراه حالا، ونرجو من الله العلي غد يوفقهم. طيب، بعض يرى على التشاور حول بعض القضايا ليس مطروحا، مثلا إشكال ضعف رواتب المعلمين، غياب البنى التحتية، بعض يرى أن هذا أمر لا يحتاج تشاورا، هذا أمر يجب على السلطات أن تنفذه، هناك ضعف في رواتب المدرسين بإقرار الجميع، هناك غياب للبنى التحتية، ما الذي يحتاجه التشاور في هذه المسألة؟ أنا أفهم أن لو كان الخلل في نقطة أو نقطتين أو ثلاثة هذا صحيح، الخلل في المنظومة برمتها كيف ما قال لك الأستاذ هو إصلاح 99. الخلل أتى من عدم اتخاذ الإجراءات المصاحبة للقرار. عندما يتخذ قرار هناك إجراءات مصاحبة، عندما لا تلتزم أو يخلق خلل في هذه الإجراءات والله تخلي عن بعضها يبدأ الخلل من هنا، ومشينا فيه مدة 20 سنة. طبعا قضية المدرسين وقضية الرواتب وقضية هذه الناظر إليها بكل بساطة يقول هذه خلاص جرد قلم وقرار وينتهي الأمر. تعليم عندنا فيه اختلالات كبيرة، ليست عندنا البنى التحتية، عندنا البرامج، عندنا المناهج، عندنا مشكلة طيب المدرسين. طيب، الأمور تحتاج نقاش، لما تحتاج نقاش على الأقل لا تدرج في جلسات النقاشية هكذا يرون. تخذ القرار بالتشاور من أجل الوصول إلى نتائج أفضل من اتخاذ القرار. دائما اتخاذ القرارات نسموها مرتجلة، نسموها عندما تريد مشروعا لأمة استشرها في هذا المشروع، كل شخص يطرح رأيه، يطرح وجهة نظره في هذا الموضوع حتى تبني أساسا إذا كنت تريد بناء أساس. أستاذ، النقابات التعليمية لها دور أساسي في العملية التربوية، أي دور ترونه لكم في هذه الأيام التشاورية وفي هذه العملية التشاورية بشكل عام؟ وهي عملية تسعى الجهة المنظمة والجهات المنظمة إلى إشراك الجميع فيها والأخذ بآراء الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم، أشكر قناة التلفزيون الموريتانية على إتاحة هذه الفرصة. ولا شك أن دور النقابات في العملية التربوية دور مهم ولا يمكن تجاهله، فالمدرس هو حجر الزاوية في العملية التربوية، لذلك النقابات هم ممثلين شرعيين للمدرس، لذلك لا بد من استشارتهم وأخذ آرائهم، لأن آرائهم تمثل آراء المدرسين وجميع ما يتعلق بالعملية التربوية لا بد أن يتم إشراكهم به إذا كنا نريد أن ننطلق من انطلاقة صحيحة ونريد لها البقاء. لا بد أن تنطلق من ممثل المدرس. وهنا في هذه الأيام التشاورية أقول أنها أيام تشاورية كانت بامتياز، لأن جميع الطيب النقابي تم تمثيله، تم تمثيل جميع الهيئات الأخرى التي لها دور قريب أو من بعيد في المنظومة التربوية، المهتمين بالشأن التربوي تم إشراكهم. إذن هي أيام تشاورية بامتياز، شارك فيها الجميع، وبشقيها الجهوي
والوطني، ولا شك أنها ستضع السك الصحيح لمسار تعليمي صحيح على المسار. لكن إشراك النقابات فيها أمر ضروري ولا بد أن يتم إشراكه. طيب أستاذ، أقول سؤالا طرحته على الأستاذ عليكم، البعض يرى أن العملية التربوية إن احتاج تشاورا فقد تحتاجه في بعض المحاور، لكن بعض المحاور النقاش فيها والكلام فيها هو نوع من قتل الوقت كما يسمونه. هناك مشاكل واضحة تتعلق لا يمكن أن ينفذها إلا الجهاز التنفيذي وهو القادر على تنفيذها، مثلا مشاكل المعلمين أو الأساتذة، ضعف التكوين، غياب البنى التحتية، هذه مشاكل تحتاج قرارا إداريا أساسا لتنفيذها. هناك أمور تحتاج نقاشا وإبداء رأي حول مشاكل كبيرة تحتاج حسما، لكن هذه الأمور لا تحتاج نقاش. طيب الإشكالية التربوية مترابطة بشكل نسقي، بمعنى أن معلم يعاني لا يمكنه أن يربي جيلا، حجرة نظيفة بدون معلم، أو معلم محفز بدون حجرة، أو معلم وحجرة بدون منهاج سليم. العملية التربوية مترابطة، ثم ماذا يلعب دور معلم في العملية التربوية، وماذا يلعب دور التحفيز، ما هي النسبة التي يلعبها جاهزية البناء حد ذاتها، ما هي النسبة التي يلعبها المنهاج عندما يكون محينا ومفعلا ومثرا. هذه أركان ثلاثة للعملية التربوية، وبالتالي نحن هنا نتناقش حول كل هذه الإشكالية. ما هي الحدود التي ينبغي أن يصل لها راتب المعلم، وهذا يطرح بشكل علني ولا في سر. تثمين مهنة المدرس محور رئيسي من محاور التشاور، وتثمين مهنة المدرس المعلم فيه شريك وليس فقط طرفا غائبا، إنما أيضا يقترح. واليوم كنا في قراءة تقارير جهوية، ثم اقتراحات بعدد ولايات حول هذه الإشكالية، حول هذه النقطة بذات. ما يقترح المتشاورون في نواكشوط الجنوبية يختلف ويدعم أيضا ما اقترحته ورشة تير زمور مثلا، بمعنى أن الولايات 15 جاءت منها اقتراحات تتعلق بهذا المحور والذي يتمثل في تثمين مهنة المدرس. ما هي الحدود التي ينبغي أن نسعى إليها؟ ما هي الحدود التي ينبغي أن نبتعد عنها؟ إذن إشكالية التربوية هي مترابطة بشكل نسقي، لا يمكن أن نركز على بعض منها. ثم إننا كإدارة لسنا محيطين بالإشكالية كلها، نحن بحاجة إلى رأي المعلم وإلى رأي الطيف النقابي، نحن فريق واحد. أعتقد أنه ولى عهد الوزارة المغلقة على بعض أفراد يخططون ويناظرون. ثم في هذا الزمن التصور مرتبط بالتطبيق، عندما نضع تصورا خاطئا ونحاول تطبيقه سنفشل، وبالتالي لابد أن يكون التصور سليما ليكون التطبيق ممكنا. هذا فيما يخص هذه النقطة. أود أن أتحدث عن جوهر هذه الأيام التشاورية. الأيام التشاورية هي تشاور نخبة، بمعنى النخبة دعيت لوضع تصور كامل لإشكاليات التعليم والحلول المقترحة لها، ووضع تحت يدها كل التجارب الماضية، يعني الإصلاحات الماضية من 59 حتى 99. تم تشخيص المنظومة التربوية كلها، ووزعت على اللجان أوراق تتحدث عن هذه المنظومة التربوية وعن التاريخ التربوي للبلاد بشكل عام. ثم وضعت المحاور 12 محورا، كانت معظمها تدور حول الإشكاليات البارزة من قبيل الوعاء اللغوي للتدريس، من قبيل تثمين مهنة المدرس، من قبيل حكامة، تسيير مصدر البشري. كل هذه الإشكاليات تحاور حولها مجموعة من مختلف التخصصات، تجد النائبة والعمدة والأستاذ الجامعية والمعلمة والمفتشة والنقابية وغير ذلك، بمعنى المجتمع على مستوى نخبته. ثم بعد ذلك وفتح التشاور وتم توسيعه ليشمل الأمة، يعني حتى عامة الناس والبسطاء المهتمون وغير المختصين شاركوا من خلال المنصة التي استقبلت حوالي 1,200,000 مشارك، يعني 1,200,000 شخص أسهموا بآرائهم في عملية التشاور الواسع. نحن هنا بصدد التأسيس للمنظومة التربوية في إطار دولة سيدة، في إطار لا نعاني فيه لا من ضغوط الحمد لله داخلية ولا من ضغوط خارجية، عكس للإصلاحات التربوية السابقة كما تحدثوا تحديدا 79 و67. إذن الإشكالية التربوية محل إجماع، وهم المنظومة التربوية محل إجماع، ضعف مستوى التحفيز المعلم محل إجماع، المناهج وعدم ملائمتها لحقائق المجتمع الثقافية وللتطور الاقتصادي محل إجماع. هذه إشكاليات نوخشت بمنتهى البساطة والشفافية ونوخشت من الجميع. طيب تسمح لي بطرح سؤال ربما
قوس. البعض يرى على تعميم عملية التشاور وإشراك فيها من ليس مختصا وليس على اطلاع بمشاكل التعليم أنه ربما يشتت الجهد ويضيع الوقت فقط، مثلا نائب برلماني غير مطلع على التعليم لم يكن من ضمن اهتماماته تتبع مسار التعليم وإشكالياته، عمدة في بلدية نائية لا يهتم كثيرا بالتعليم أو على الأقل المعلومات المتوفرة لديه قليلة عن التعليم، يعطيكم رأيا لم تكونوا تعتمدوا هذا الرأي فقد هدرتم وقتا، وإن اعتمدتموه فهذا الرأي غير صائب في هذا المجال ولا ليس على اطلاع بالإشكال. كيف تشركون كل طيف بهذه الأعداد من الأراء؟ كيف تتم عملية الاختيار؟ كيف تتم عملية القرار أن تقررون أن تتخذوا هذا الرأي مثلا؟ أولا خدمة التعليم تدخل كل بيت موريتاني، كل موريتاني يتأثر بالتعليم، إما أن يكون أبا ولي أمر أخا غير ذلك، ثم إن من يقوم بتعطيل العملية هم موظف الوزارة، هم أطر الوزارة، بمعنى أن كل ورشات فيها ثلاث أعضاء من الوزارة يقومون بعملية التعطيل. بعد ذلك المتشاورون وضعت تحت أيديهم وثائق، حضرت قدمت محاضرات أمامهم عن التاريخ التربوي عن الإصلاحات، هم مثقفون ومتعلمون يمكنهم استيعاب الإشكاليات من خلال محاضرة بسيطة. بعد ذلك تنوع القرار. إذا أنتم تقدمون الإشكال مع تصور الحل، نحن نقدم وثائق تتحدث، أنتم جاهزون للإصلاح؟ لا، نحن نتحدث نقدم وثائق تتحدث عن التاريخ التربوي. يعني حين تشخصون الإشكالية مثلا تعتقدون أن هناك إشكالية وتقدمون لها محاضرة وتصورا للحل انتهى الأمر. هي تدعى في المؤتمرات حتى الدولية ورقة عمل، يعني ورقة عمل تطرح أمام المتشاورين لتكون أساسا ينطلقون منها يستأنسون بها، لكنها ليست قرارات. نحن نضع أمامهم معطيات، كم نجح في مسابقات وطنية، ما هي مظاهر الاختلال بوصفنا مختصين أصحاب القطاع، ما هي مظاهر الاختلال، في ماذا تجسد الاختلال، الإشكال اللغوي ما هو تطوره حتى الآن من تاريخ استقلال الدولة، كيف لعب الإشكال اللغوي في هد المنظومة التربوية من خلال الإصلاحات الماضية. نضع أمامهم معلومات بوصفهم غير مختصين كما قلت، لكن بعد أن نضعهم في الصورة ونتشارك معهم كل المعلومات المتاحة بعد ذلك يبدأ التشاور من خلال أشخاص متعلمين ومثقفين ونشطين في المجتمع. على أي حال في كل ولاية ثمة اختيار غير عشوائي، ثمة حصة للمؤطرين والمدرسين وثمة أيضا حصة لمنظمات المجتمع المدني والنقابين وغيرها. أستاذ أنتم في هذه الرابطة كيف شاركتم على مدى 4 أيام في الورشات النقاشية؟ نحن كاتحادية رابطة الآباء شاركنا بمشاركة واسعة، وصلت منا 17 عضو، 15 رئيس جهوي مع رئيس المكتب الوطني وعضو ملازم له، ونزدنا بعنصرين آخرين ما هم أساسيين غير يطلعوا على ما يجري في القاعات وتصويب الأمور، ومشاركتنا كانت مشاركة كبيرة لأن نحن هم المعنيين أصلا كرابطة تبع كتنظيم وكقاعدة كبيرة وكمستفيدين. أنا لا أعتقد أن هاي التشاور اللي خلق أنه دخلوا فيه أشخاص لا يعنيهم الأمر، العمدة مثلا والنائب. لا أستاذة ما قضيت ما يعنيهم، أنا هنا أوضح عن العمدة والحاكم والوالي والنائب البرلماني مول نقطة ساخنة، هاو كاملين يدوروا ابنائهم يقرأوا في مدرسة جمهورية تعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، الموضوع منتهي. هذا مهمة الدولة أن توفر لهم هاي المدرسة، غير ما يعرف طريقة التصاحب. هم فاعلين. هذا الراجل. هم فاعلين. لا لا. هم فاعلين في التعليم لأنه. هو فاعل غير ما. غير ما هو مختص مجاله هنا اختصاص. لا لا. العمد. العمد. عندهم مسؤول. عندهم مسؤولية في قضية المؤسسات التعليمية. عندهم رعايتهم. عندهم سيادتهم. لا لا لا. هم عندهم رعايتهم. عندهم ترميمها وعندهم دور كبير في المؤسسات اللي على مستوياتها. غير ما عنده علاقة بالمناهج ولا عنده علاقة بمشاكل التعليم البنيوية الداخلية. هاي لا بد من مده اختصاص، انت عندك كل راي رجاء جاتك بابي عنده الحق يشارك بالايام، اذا تسمع رايه وتخليه مطروح الاوراق هي. انا 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 تعنيني مهمه مؤسسه، يعنيني ترميمها، يعنيني مراقبتها، يعنيني توفير لها مراقبين، يعني توفير لها حراس لها. يهمني ان ندخل في التشاور وانا اراء المتخصصين حتى اكون على بينه مما سأعمل فيه. العمد هذا العمد والحكام والولات هذو عناصر أساسية في العملية التربوية. كيف الآباء بغض النظر عنهم آباء وبغض النظر عنهم مستفيدين من العملية، هم فاعلين فيها لأن الوالي تعنيه ولاية كاملة برمتها يمثل رئيس الجمهورية. كيف لا يكون له رأي في التعليم وكيف لا يكون له رأي في الإصلاح وكيف لا يكون له رأي حتى ينبه؟ لا بد من التشاور ولا بد يقير الصا مربط الفرسي هو نتيجة التشاور والتطبيق.
ما أنك تشاور لابد أن تتشاور مع المختصين، الوالي مختص، العمدة مختص، النائب مختص، كيف تنتخب من دائرة انتخابية فيها أطفال وفيها مدارس وفيها مؤسسات ولا يعنيك أمرها ولا يكون لك رأيا، على الأقل من باب التحسيس نحسك كنائب ونحسك كعمدة ونحسك كنائب أنك مران، وهذه العملية تهمكم إذا أنتم ما فيتكم عنها خبر يدخلوا مع الخبراء، يعني تجبروا آراءهم وتشوفوا الحلول وتشوفوا المطروح وعندكم رأي فيه. مستحيل أنك تناقش شخص وهو موضوع يهمه وما بتبلغه عنده فكرة تطرحها، أما أنك تغيبوا عن هذا كامل وهو عنصر فاعل مستحيل. أنا هون سول عن كيف يعطي غير المختص رأيا في قضية جوهرية كالتعليم. هذا النائب مثقف وعالم في مجال آخر ما هو التعليم، يعرف عن دور أولاد وأولاد دائرته الانتخابية، يقرأوا بمدارس معايير معينة غير طريقة لا يعدل بها، ما يعرفوا تو ما يتخصصوا لا يحضروا بعد فيها. لا حني انتوا ايوه ان هي ما هي مهمة، لا حني هي ما هي مهمته يقير من بال ما هي شفت ما التعليم ما في قضيه امه ما في عنصر يا رب شرك الامه كامله ما في عنصر كيف وصل ان يكون حاكما ان يكون واليا ان يكون عمده ولا هو درس درس في مدارس قد درس ما نعرفش درس لا لا طيب انتوا نفس السؤال يعني طبيعه مشاركتكم في هذه الايام التشاور مثلا شنو هي المشاكل اللي جايبينها والنقابات هاي الايام التشاوريه وشنو تصوركم لحلولها؟ بالنسبه للنقابات طارحين جميع الشيء قالوا العرائض المطلبيه، هاي العرائض المطلبيه تم تحيينها قدمت داخل الايام قبلها قدمت قبل الايام التشاوريه قيم تحيين هذه العرائض المطلبيه وكل مشاكل المعلمين وكل مشاكل القطاع المتعلقة بالتعليم وجدناها مسطورة أمامنا في هذه الأيام التشاورية. جميع المشاكل اللي يعاني منها المدرس منها ذاك المادي والمعنوي ومنها ذاك التربوي ومنها ذاك البنيوي في جميع هذه الأمور وجدناها مسطورة أمامنا. أريد هنا أنبه أن التعليم مسألة أمة، هنالك يجب إشراك الجميع من أجل أخذ القرار، لكن هناك قرارات متخصصة لها أصحابها. مثلا نحن في ورشة هناك الخطوط العريضة للورشة يتكلم عنها الجميع، هناك مسائل خصوصية تعني الفنيين في التعليم، مثلا إذا تم إشراك العمد وتم إشراك جميع المجتمع في قضية التعليم كل شخص لي يعطينا رأيه، وإذا تزحمت الآراء قطعا خرج الصواب. هنالك مسائل خصوصية فنية، مسائل فنية موجودين للتعليم يطرحوها، وذيك المسائل طيب هاي القضية ما هي فنية اللي ما هي قبال لا يطلب فيها الخلطة رأيهم المسائل ما هي فنية مثلا حتى كيف تقولوا كيف الأشخاص الموجودين لا يقولوا عن يجب تقريبا ترميم المدارس يجب ان يعطى راتب المدرسين هذا لكن لين وجاي من الناس سول اول مريد لا هذا لين وجاي من عند الناس كامل قرار بي لين وجاي من عند المجتمع كامل لين وجاي من عند المجتمع كامل توصيات به لين توصيات من المجتمع كامل به احكام تزيد احكي يحتاج تزعج حد من سرقه والله العصابه والله ترزمه لا بد يجيب لك فكره اي انسان طرحت فكره عن يلا ترمم المدرسه يجب قد يجيب لك فكره اخرى شبه نحن اليوم موجودين معنا واحده من اتذكر شخص من الجهه اطرح اقتراح زين في التعليم مره ما طرحوا واحده فنيه من التعليم موجودين الناس كامله كلها عندها فكره الناس كامله تجيب افكار واذا افكار اذا تزحمت كما قلت لها خرج الصواب نخرج بصواب نخرج بالتشاور لتعود فيه المسائل المهمه هي اللي على اساسها تنتخب مو كل الاراء اللي تخاف هنالك اراء هي الاراء الاساسيه تنتقى يتم انتقاء الاراء التي على اساسها يمكن ان عندي هنا اضافه شوي نختار نقول على احنا في النقابات عندنا قطعا الوزاره شفنا فيها عن التشاور اللي الحاصل وسنة التشاور اللي اجبرناها مع ذي العهد الجديد ومع وجود وزير التهذيب ملعينين واللي هذا الشخص اللي متميز اللي دائما ابنه فترته على التشاور وعلى ان اخذ راي كل الاشخاص حتى كل الاشخاص ياخذ رايهم في ابسط المسائل وهي قطعا هذا مساله نختار ضمنه ونختار نقول عن ان اخذ اراء الناس وإشراكه في جميع الأمور خاصة نقابات التعليم السياسي النقابات قاع بصفة عامة إشراكهم أنه قطعا ودور عدل أثر بالغ على عملية تربوية وعلى أيام تشاورية
طيب أستاذ، مضمون هذه الأيام التشاورية، أبرز الإشكالات اللي تناقش وكيفية نقاشها؟ أولا هذه الإشكالية اللي تحدث عنها سابقا إشكالية شديدة البساطة. أنا هنا أستاذ أطرح ما أثاره البعض حول هذه الأيام التشاورية يترد عليه. هذا حقا، هذا تشاور مجتمعي، والتشاور المجتمعي عادة يخرج من يعود إشكال عميق ينتوت الداخل فيه الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فما تي جماعات عندهم خيارات لغوية، وفهم جماعات عندهم خيارات اقتصادية، وبالتالي طبيعة تشكل التشاور تعود مشكلة من ناس ما هم فنيين، الأمة ممثلة سياسيا وممثلة إداريا وممثلة مجتمعيا. معناها النائب هون ممثل سياسي، وأنا كمدير مركزي والله كمفتش مكلف تعليم أساسي ممثل فني، وفما تي ممثل أيضا نقابي، وهكذا واضح. هذا تشاور مجتمعي مطلوب فيه رأي جميع، وبالتالي طبيعي جدا أن تدعى جميع النخب بأصنافها بسياسية واقتصادية وغير ذلك. إشكاليات الأساسية لها تشاور هو مثلا هل تم الاتفاق عليها سلفا أم تركت للمتشاورين ليتفقوا عليها؟ بطبيعة الحال طرحت إشكالية أمام المتشاورين، إشكالية التعليم بشكل عام واضحة، ومع ذلك هناك مكتب دراسات قام بعملية تشخيص دقيقة للإشكاليات التي تعاني منها المنظومة التربوية. هذا التشخيص تم تكوين له طاقم من الوزارة لمدة 3 أيام. هذا الطاقم الوزاري كلف بتأطير مشاورات جهوية، مشاورات جهوية اشترك فيها مشاركون من مختلف اللون الاجتماعي، فيها فما تياه مختصين، فما معلمين، وفما تياه مؤطرين، وفما نواب، وفما عمد، بعدها على مستوى 15 ولاية. بعد ذلك بدأت مرحلة التشاور المركزي، دعية اللجنة التي أشرفت على تأطير التشاور الجهوي، ثم تم اختيار مجموعة على اعتبارات موضوعية ومختلفة من كل ولاية. التشاور الحاصل الآن اللي هو التشاور المركزي يدور حول نفس الإشكاليات التي طرحت على المستوى الجهوي. نريد أن نبت في مجموعة من الإشكاليات، نبت في طبيعة المدرسة التي نريد، هل نريدها مدرسة عمومية أم خصوصية، أم يتجاور فيها العمومي والخصوصي؟ ينبغي أن نحدد ملامح المدرسة الجمهورية التي نريد، نريد أن نحدد خصائص المدرسة الموريتانية، نريد أن نتحدث عن وعاء لغوي التدريس، نريد أن نتحدث عن تقية اللغات الوطنية، مكانتها، دورها، نتحدث عن تثمين مهنة المدرس، كيف نثمن مهنته، كيف نخطط له موقعا جديدا مرموقا. هذه الإشكاليات العامة، الحكامة، التخطيط، التسيير، هل يتم اكتتاب المعلم جهويا، بمعنى كل ولاية تقوم بعمل اكتتاب حاجة من المعلمين؟ هذه الإشكاليات العامة هي التي يتحاور حولها الجميع، ليس ثمة فرد ولا إيحاء برأي ما، وإنما الجميع يتشاور بشكل حر بعد أن يصدر الجميع رأيه. طبيعة النقاش يناقشوا فرشات عامة متخصصة المنهجية كالتالي. إشكاليات توزع على 12 ورشة، كل ورشة تتناول جميع الإشكاليات، معناها ما في ورشة متخصصة في موضوع كما تم هي المنهجية الماضية. المنهجية الماضية كل ورشة تخصصت في موضوع، كل ورشة تطرح عليها كل إشكالية. هذه الورشة عندها رئيس وعندها مقررين، المقرران يقومان بصياغة التقرير، تتم تلاوة وقراءة التقرير في اليوم الموالي، يتم دمج وصهر كل تقارير في تقرير واحد، وهو تقرير الوطني الذي سيقدم للحكومة التي هي الأخرى ستقترح إصدار قانون توجيهي من الجمعية الوطنية. قانون توجيهي هو الذي سيحمل الخصائص التي يريدها الموريتاني ومدرسته بشكل عام. هذه هي مآلات وغايات المدرسة والتشاور الجاري. التشاور الجاري أيضا ليس بدعا في التوجهات التحولات العميقة للدولة الموريتانية، دائما تأتي إثارة التشاور. نحن نتذكر مؤتمر لاك مثلا 58 الذي كان من نتائج ظهور هذه الدولة حد ذاته. هناك تشاورات سياسية طبعت الحياة السياسية الموريتانية بشكل عام. الهم التربوي من الواضح أنه يشكل أولى واحدة من أولويات هذه الحكومة، ويمثل هاجسا لدى النخب ولدى البسطاء ولدى الجميع. كما قلت مرة أخرى، الخدمة التعليمية تدخل كل بيت ونتأثر به كلا، ثم إن مستقبلنا مربوط بشكل تعليمنا. أيضا 20 سنة من إصلاح من إصلاح 99 يستدعي مراجعة، معناها أن حتى موضوعيا وعلميا ينبغي مراجعة الإصلاحات التربوية كل عقد من الزمن. بالتالي التشاور هنا تشاور منفتح شفاف، اشتركت فيه الأمة بنخبها، وأيضا اشترك فيه. طيب استسمحكم لأن نتابع مقابلات ثم نعود بعدها لنواصل نقاشنا. مشاهدي الكرام، نتابع هذه المقابلات ثم نعود.
المشاكل التعليمي بشكل عام هي جوهر مشاكل التي تواجه البلد والتي هي محل خلاف بين أو تحتاج إلى علاقة لإجماع وطني بشكل عام. وكل المشاريع المجتمعية والسياسية التي تتبناها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في جلها، لأننا نرى أن التنمية الصحيحة هي التي تنطلق من الإنسان كغاية ووسيلة، والشعوب التي في أوضاع مماثلة لأوضاعنا بتركيزها على التعليم استطاعت أن تقفز قفزة نحو التطور والنمو. نحن حريون بأن نأخذها كمثالا. خلال هذه الأيام التشاوري سنناقش فيها ما هي المدرسة الموريتانية التي نريدها لأبنائها والأجيال الصاعدة، وكذلك هل سيتم مراجعة المناهج وهل ما هي اللغات التدريس يعني إلى غير ذلك، وكذلك طرحت فيها كذلك مسألة اللغات الوطنية من أجل توحيد الوحدة الوطنية وزيادة اللحمة الوطنية. اللي قبال استفدت منه على أن أهم شيء حالا تتوجه للدولة في توصياتها على أن يندعموا والله زاد يكثروا ذل ينقالهم المدارس الجمهورية. به للمدرسة الجمهورية اللي عدلت الدولة السنة شفنا على أنها أعطات وكلها، به اللي اليوم فيها الموريتاني كامل، فيها موريتاني كاملة رقم أنواعها وتنوعها الثقافي. جينا هون مثل مقدمة خدمات تعليم في الأيام التشاورية لليوم، في اليوم الرابع كانت أيام تشاورية على المستوى، تم فيها نقاش جميع مشاكل التعليم سواء البنى التحتية سواء الخارطة المدرسية سواء مشاكل المدرسين، ومن هون تم نقاش مشاكل مقدمي خدمات التعليم باعتبارهم فيها الأكثر في الميدان الآن. التعليم الخاص عنده 120 ألف من التلاميذ في التعليم الأساسي وربع وواحد على ربع في التعليم الثانوي إذا كامل الله يعود في المدرسة الجمهورية، وان من هون نحن كملوا التعليم النظامي وشريك معاه في نفس السفينه. تطرقنا مجموعه من القضايا في الايام التشاوريه، المشاورات التي نحن في يومها قبل الاخير والتي لا شك انها انسابت انسيابيه جيده حول اتفاق في الاراء بنسبه لا شك انها سوف تؤدي الى ما هو مطلوب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد بعد أن تابعنا هذه المقابلات لمشاركينا في هذه الأيام التشاورية حول إصلاح التعليم. أستاذة، هذه الإشكاليات التي تطرق لها الأستاذ التي تناقش فيها الأيام التشاورية خلال 4 أيام من التشاور، كيف كان تعاطي المشاركين مع هذه الإشكاليات؟ كيف كان تصورهم آرائهم حولها؟ كانت الآراء أولا في البعد الوطني فعلا، كل المشاركين فعلا كنت تحس فيه ان فيه بعد وطني، ان فيه بعد اخلاقي، ان فيه بعد موريتاني بطيافها كامله. كانت تختار ترجع موريتاني الاصيله اللي عندها دين وعندها اخلاق وعندها عادات وعندها تقاليد، هي تلمسها في الاراء كلها وان تباينت. فعلا نوقشت قضيه اللغه العربيه، نوقشت قضيه لغه التدريس، اللهجات الوطنيه، نوقشت كل شخص اعطى رايه، ولكن في النهايه ما اتفقت عليه الامه هو ما سيحصل ان شاء الله. انا عندي رايي ولكن هناك الاراء الاخرى، شيء طبيعي لاني نطالب بان ندرس بلغه الام، لانك اذا كنت تريد من شخص ان يبدع درسوا بلغته. وكل الاراء الاخرى، لغات كامله في العالم الانجليزيه والفرنسيه نحن ما نضدها نهائيا، انا كأم ما نضد اي لغه غير اتمسك بلغتي التي افهم بها. حتى نحن الامهات الموريتانيات مطروحه لنا مشكله اللغه فعلا في البيوت عندما تدرس ابناء متعلمه باللغه العربيه. الشرائح التي ايضا هي تتمسك بلغاتها التي تفهم بها، لا تفهم لغه العربيه. انا 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 شخصيا لا اعمل متعلمه فيها شرائح وفيها فئات خارج اللغه تجمع لا خارج اللغه العربيه تجمعنا كاملين كمسلمين. راي اللغه العربيه لغه الاسلام، لكن هناك غير ناطقين باللغه العربيه يتمسكون هم ايضا بلهجاتهم ويعتبرونها لغه. درس اللهجات من اجل انك تعدل لحمه وطنيه، ودرس بلغتي اللغه الام للبلد، هذا اذا كنت تريد ان تحدث جيلا منتجا. واقبل كل اللغات فرنسيه انجليزيه اي شيء، اللهجات بالنسبه لي لهجات هذا من صميمي ام كياني وندافع عنه ونطالب به، لانه يعطيني لحمه وطنيه ويعطيني فعلا تجانس بين 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 الموريتانيين كلهم. غير انك تفرض علي لغه اجنبيه وتقول لي هي لغه العلم ولغه، لا ماني قابله توتوف والله، بعد رايي له نقول انني نختار ندرس بلغه نفهمها.
قلت لك الام الموريتانيه في البيت عندها مشكله حقيقيه في ابنائها انه يقرأ بلغه هي ما فهمتها ولا قد تتعاطى معها، واي تعليم ما ودرس في البيت وعالج وعالج الطفل في البيت يستحيل انه يتقدم نهائيا. انا اقبل كل اللهجات وحتى احملها فوق راسي وادافع عنها، ولكني لا ادافع ابدا عن لغه اجنبيه ودرس بها ابني، درسوا لي البولاريه والسنوكيرو فيها هذا يهمني ويحل لي فعلا مشكله ويخلي فيه اندماج اجتماعي، ولكن ابدا لن تفرض علي ان ادرس باللغه الفرنسيه ليست لك وليست لي. طيب استاذ النقابات دائما ما ترى ان مضامين النقاشات يجب ان تمس المعلمه والاستاذ بشكل مباشر وان تكون قريبه منه بوصفه الحجر الزاويه في العمليه التربويه، مضامين هذه النقاشات على مدى 4 أيام كيف كانت تقييمكم لها؟ هذه الايام التشاورية سبقتها ايام تشاورة جهوية كان المشاركين فيها غالبية من المدرسين ما بين الأساتذة والمعلمين والمؤطرين، وللأمانة أنا شاركت الأيام التشاورية الجهوية والوطنية، للأمانة نحن جميع مكونات الشعب الموريتاني اللي كانت موجودة ومثلة الأيام التشاورية كانت على دراية تامة بما يجب أن يقدم للمدرس الموريتاني، كانت تريد أن يوضع المدرس الموريتاني في ظروف مادية ومعنوية معينة، وتريد أن تثمن مهنة المدرس، تريد أن تراجع المناهج التربوية، تريد البنية التربوية التي نطمح جميعا أن يدرس فيها أبناء الشعب الموريتاني. كل المشاكل التي يريدها المدرس نحن كنقابات كممثلين على المدرسين نتحرج من ذكر مشاكلنا أمام هذه النخبة التي تجل مشاكلنا وتضعها عريضة أمامها وتريد تلبيتها، وهذا هذه المسألة في جميع الورشات اللي حضرتها كانت هي السائدة فيها، كان الكل يطمح وضع المعلم في ظروف مادية ومعنوية، يريد المعلم أن يكون له بطاقة بيومترية يدخل بها المستشفيات تدخل بها كذا، يريد أن يكون للمعلم مكانته قدسيته، مثلا جميع المشاكل التي يعاني منها المعلم هم على دراية تامة بها، ويريدون من خلال هذه الأيام التشاورية أن يتم حل هذه المشاكل ووضع التعليم وضع المعلم في مكانته اللائقة به. واضح. وهذا من خلال هذا التشاور كان فيه محاور، كان مقسم شهر عدة محاور، بالنسبة للأيام التشاورية الوطنية فيها ما يقارب 12 محور، فيها محور يتعلق بتثمين مهنة المدرس، محور مخصص للمدرس وضعت فيه جميع مشاكل المدرسين، جميع الأمور التي يريد حلها، جميع المسائل التي ترفع من قيمة المدرس، وهذا ما نشكره للقائمين على هذه الورشات ونشكره كذلك لكل المشاركين فيها. طيب أستاذ في ضمن المحاور التي موضوعة للنقاش داخل هذه التشاورية محاور كبيرة تتباين فيها الآراء مثل ما سمعت الأستاذ طرحت عليها سؤال حول الإشكال اللغوي، الإشكال اللغوي مثلا هذا إشكال كبير تختلف الآراء حوله، كيف تعتمدون رأي معينا ترونه صوابا مثلا يمكن أن يعتمد في العملية التربوية، ما هي آلية اختيار، هل تعتمدون مثلا ما تعتمده ديمقراطية يعني السير مع الأغلبية أم ماذا، ما هي آلية الاعتماد هنا؟ وهذه هي مهمة التشاور يعني بما أن ثمت إشكاليات ينبغي أن يكون ثمت تشاور. بالنسبة للإشكال اللغوي هو واحد من المحاور المعروضة على المتشاورين، ثمت مصطلح الاتجاه السائد والآراء المخالفة، ابتعدنا عن مفهوم الأغلبية والأقلية لأن الاتجاه السائد لا هو تبع عبارة أخرى فليكن مهم المجتمع بالنسبة للغة العربية ما هي لغة الأم كامله، فهمت هي ضرورة حالتها، فهم ضرورة وجود لغة انفتاح كيف الفرنسية والإنجليزية لمواكبة تطورات العالم وياك ما نتخلفوا عن الركب، وفهم ضرورات التدريس بلغة الأم اللي أثبتت كثير من الدراسات وآخرها دراسة البنك الدولي أن التدريس بغير لغة الأم يؤدي إلى تدهور في المنظومة التربوية لبعض البلدان العالم الثالث، وفهم ضرورة تركية اللغات الوطنية
وإعادة الاعتبار بوصفها لغات لمواطنين موريتانيين من حقهم لعن لغتهم لعنها عنهم يشوفوها في المنظومة التربوية الوطنية. هذه الإشكاليات كاملة تعالج بمنظور جديد. أنا شخصيا متفائل لعلاج هذه الإشكالية وأرى أنه حدث تطور عن النقاش الذي يجري 2021 ليس هو النقاش الذي جرى سنة 79 أو سنة 73 أو 67 أو 59 لأن التطور السياسي ونضج المجتمعات أسهم في خلق إلى شيء يقترب من الإجماع على مقاربة معينة. الإجماع هنا ملامحه تتجلى في ماذا؟ تتجلى في إعطاء المكانة الرائدة للغة العربية كلغة رسمية، إعطاء مكان أيضا رائدة ومرموقة للغات الوطنية بوصفها لغات جزء من هذا المجتمع، إعطاء أيضا مكانة رائدة للغات الانفتاح بوصفها نافذتنا على العلم. هذا الثلاثي هي أهدافي العملية هي التي نتحاور حولها. وبالتالي ليس إذا تعتمدون اتجاه سائد تسمونه في آلية الحسم، معناها الرأي السائد الأغلب دون أن نغفل الآراء الأخرى. كيف ما تغفل نقرأ تقريرا على رأي واحد، ننقل الواقع كما هو. اجتمعت ورشة برئاسة فلان وبعضوية مقررين فلان وفلان وقد يقر في النهاية يعتمد رأي واحد، وقد توصل المشاركون لما يلي. أولا النقطة الأولى هذا رأي السائد اتجاه السائد، هناك آراء مخالفة، المهم هو إحصاء كل آراء حتى لا يتم إقصاء. هذه الآراء المخالفة تؤخذ بعين الاعتبار في الأخرى. واضح. المقاربة التي ستتم صياغتها تلتفت لاتجاه السيد لكنها لا تهمل. واضح. طيب فما هاجس كبير يطرح البعض عادة عن هذه الأيام التشاورية وهذه الورشات اللي تتابع، عادة مخرجاتها تبقى على الرفوف، لا ترى طريقها للتطبيق، لا تسلك ذلك الطريق. ما الضامن لهذه الأيام التشاورية أن تسلك الطريقة نحو التطبيق وأن ترى نتائجها ماذلة؟ لا أعتقد أني الجهة المخولة بالإجابة على هذا السؤال، ولا أرى أني معنيا به بالأساس. ثم طبعا هناك تشاور 2013 وضع على الرف، هذا صحيح وهي معلومة حقيقية. غير السؤال ماكم معنيين به؟ لا لسنا معنيين بالإجابة لي. أين هو الضامن؟ لا أعتقد أن هذه مهمة آخرين. نحن اعتقد ان السلطه السياسيه لا انا تقول لي توف اللي انتم عدلتوا تشاور في قطاع ودعيتوا له اللي مبرمج شيء وعدلته توف هاكون مقرر هو العين عليه. مهمتنا تتحدد في الوصول الى مقررات معينه. يكون مقررات شو عدلت هو مقررات بسيطه جدا. مقررات ستقدم الحكومه. الحكومه ستقوم بصياغتها في مشروع قانون. مشروع قانون سيوجه للجمعيه الوطنيه. الجمعيه الوطنيه ستصدر قانونا. القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد إصدار مرسوم التطبيق له. بعد إصدار مرسوم التطبيق له نقوم نحو تنفيذه، يعني خطوات بديهية للقرارات على أي حال في أي دول القانون. أقول أريد أن أقول فقط أننا كفنيين وكمتشاورين ما يعنينا هو نقل ما يراه المتشاورون بأمانة مع احترام المنهجية التي حددت سلفا لهذا التشاور والتي جعلت كل ورشة معنية بكل إشكاليات وكل ورشة أيضا تتم صياغة آرائها في خانتين، خانة اتجاهات السيد وخانة آراء المخالفة. وأعتقد أن ما يجري حتى الآن محترف للغاية. واضح. موجة نار. طيب أستاذة كلمة أخيرة في نهاية الوقت. أنا في الحقيقة عندي كلمة أخيرة ومطلب. هو أولا أن اعتمدنا هذه الأيام التشاورية كما بدأ النقاش من أجل حل مشكلة التعليم في موريتانيا. أعتقد أن هذا جاي من إرادة سياسية ظهرت في كما ما قال الأستاذ رهد ظهرت في برنامج رئيس الجمهورية. ما أننا واخذين من فراغ، واخذين من آراء من خطاب رئيس الجمهورية، واخذين من تعهدات رئيس الجمهورية في إصلاح التعليم. عدنا أيام تشاورية جهوية ووطنية وتوصلنا إلى حلول. هذه الحلول راجعة من عند الله أنها ترى النور لا توضع في الرفوف كما حدث لإصلاح مشاورة 2013. أعتقد أن فهم إرادة سياسية داخل أيام تشاورية ناقشت الموضوع مثلا تطبيق سكالي تطبيق. لا 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 نحن انطلقنا منها إرادة. نحن انطلقنا من هذا مطلب رئاسة الجمهورية تعهدات في برنامج رئيس الجمهورية أنه سيبدأ بإصلاح التعليم على أساس شتقا ونقدمها لراجل إن شاء الله التوفيق فيها إن شاء الله. نحن في نقابات التعليم نعتقد أن هذه الأيام التشاورية أنها أيام تشاورية بامتياز ولنا أمل وتفاؤل كبير في تطبيقها. أولا عندنا توصيات نحن في جميع الورشات اللي موجودين فيها ممثل عن النقابات كان الهاجس الموجود عندنا تطبيق
عندنا توصيات جميع الورشات دمجناها في توصياتهم، هو الإسراع في تنفيذ مخرجات الأيام التشاورية، الإسراع في تنفيذها. عندنا إشراك النقابات في آلية تنفيذ هذه المخرجات، وكذلك تثمين نهج التشاور والإصلاح. أستاذ كريم أخيرا، أعتقد أنه إذا كانت مخرجات هذه الأيام التشاورية مخرجات ناجعة إن شاء الله، فإننا سنقدم حلولا للتشاور السياسي ذاته، وأعتقد أننا بمخرجات ناضجة ناجعة موضوعية سنجيب على أكثر الإشكال، ليس الإشكال التربوي فقط. واضح. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم جميعا ضيوف هذه الحلقة، وهم السادة سيد محمد المني والغلام المفتش المكلف بالتعليم الأساسي، شكرا جزيلا لكم سيد المفتش. شكر موصول لكم سيدة عائشة منسي دبابة ممثلة الاتحادية الوطني لرابطة أباء التلاميذ والطلاب، شكرا جزيلا لك يا سيدتي. يا سيدة فاطمة طالب عبيدي الأمينة العامة للنقابة الموريتانية للمعلمات الرئيسة الدورية لاتحاد نقابات التعليم الأساسي، شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة. أنتم مشاهدي الكرام موصول لكم شكر، لن يضمن إياكم لقاء آخر في حلقة أخرى نتناول فيها موضوعا آخر يهمنا جميعا. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.